قبل برضو ما اروح للصفقات، عايز اسال حضرتك على ثلاثي الشباب اللي تم اعارتهم للانديه، بعض الانديه التشيكيه، ميدو حسام ومصطفى فوزي ومحمد احمد بيسو. اعتقد النادي او ان النادي الاهلي يستطيع ان يصل او يتوصل لاتفاق مع احد الانديه التشيكيه، وان انت تطلع ثلاثه من الشباب، اعتقد ان ده شيء رائع جدا للنادي الاهلي. وان شاء الله كابتن مش هيكون دي الوحيد، احنا عندنا دلوقتي بنتكلم مع بعض الانديه الاخرى في اسكتلندا ايوه وسلوفاكيا والتشيك وبلجيكا، ان احنا نبدا نطلع اللعيبه، واللعيبه اللي طلعوا اوريدي دلوقتي في تشيك بيتبص عليهم من بلاد ثانيه دوريات اقوى شويه. فالفكره كلها بالنسبه لنا ان احنا النهارده زي ما استفدنا من اعراض داخليا، نعم، بنستفيد اكتر من اعراض خارجيا. انت النهارده ان برضه بره ممكن تكون الكوره هناك ممكن تكون متقدمه شويه مثلا عن الدوري المصري شويه في اوروبا. الكشافين اللي هناك كمان مختلفين عن هنا. بالظبط كده. فعندنا مثلا مثل واضح، طبعا ده كان قبل ما احنا نكون موجودين، لما خرج من النادي وكان الموضوع ما كانش خرج متنظم قوي، كان احمد عبد القادر. نعم. احمد رجع من تشيك ما شاء الله، لو حتى تابعت يعني شكل جسمانيا مختلف حتى تماما، مظبوط. واحد تاني. نعم. فدي حاجه بتساعدنا جدا ان احنا النهارده اللعيبه بتوعنا اللي طلعوا فيه دلوقتي بنتابعهم وبنتواصل معاهم اول باول على طول. وفي على فكره في سكاوت بص عليهم في اوروبا دلوقتي بيتابعوهم، عشان في الاخر زي ما قلت لك، زي ما عملنا اشتغلنا مع اللعيبه المحليه في فكره الاعراض، اللعيبه اللي طلعوا في انديه اوروبيه برضو عندنا استفاده منهم ماليه، ان هو بعد كده لو ربنا كرمهم وكملوا في اوروبا بتكسب منهم ماليا في كل ترانسفير بيعملوه. فدي حاجه بالنسبه لنا مهمه جدا. والحاجه الثانيه ان هو ممكن اللعيبه دول يرجعوا لك بعد كده في النادي، يكون عمل احتكاك محترم في اوروبا، ففنيا وجسديا وكل حاجه اللعيب بيختلف، حتى الفكر نفسه بيختلف.